مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من فضلك. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش من فضلك اشترك. هنتكلم النهارده عن واحده من جميلات السينما المصريه، واللي على رغم مشاركتها في اعمال فنيه محدوده الا ان حياتها ومسيرتها الفنيه حصل فيها احداث كتيره ومثيره. تعالوا نتعرف النهارده على الفنانه كوثر شفيق. الفنانة كوثر شفيق مولودة في 23 ديسمبر سنة 1930، وبدأت مسيرتها الفنية سنة 1951 في فيلم الدنيا حلوة مع شادية وكمال الشناوي، سراج منير، محمود المليجي، والمخرج يوسف معلوف. تابعت بعد كده كوثر مسيرتها الفنية اللي بلغت حوالي 52 فيلم شاركت فيهم بجانب كبار النجوم، ومن أبرز أعمالها حسن ومرقص وكوهين اللي شارك فيه عبد الفتاح الأسري واستفان روستي وحسن فايق ومحمد كمال المصري، وفيلم بنت البلد مع الفنان إسماعيل ياسين ونجاة الصغيرة والراقصة كيتي، ومدرسة البنات وقصة حبي مع فريد الأطرش وعداوة المرأة والمجالين الثلاثة وأريد حلاً ومن الحب ما قتل، وكمان الحب الكبير مع سعاد حسني. لكن أشهر دور ليها على الإطلاق كان مع العندليب عبد الحليم حافظ، والحرام مع عبد الله غيث، وعدو المرأة مع الدنجوان رشدي أباظة. يعني أعمالها الفنية كتيرة، وكان آخر أعمالها لا عزاء للسيدات مع الفنانة فاتن حمامة. من أقوى أدوارها طبعا اللي احنا لازم نتكلم عنها دور حبيبة العندليب في فيلم الوسادة الخالية، لما كانت طلعة بتاعة فراخ، واللي حققت من خلاله نجاح كبير على الرغم من المشاهد القليلة اللي جمعت بينهم. لكن علاقة صداقتهم الطويلة هي وجوزها الراحل صلاح ذو الفقار خلتها حديث الصحف وقتها. كشفت الفنانة كوثر شفيق في بعض حواراتها الصحفية كواليس الدور ده، وقالت ان الدور ده كان في الأصل مرشحة لي الفنانة هند رستم، ولكن رفضته علشان مساحة الدور صغيرة. اختارها وقتها المخرج صلاح أبو سيف، وافقت على الدور لأن لقيت إن دي فرصة علشان تقرب أكتر من العندليب، ولقيته إنسان بيشع بهجة في كل مكان يكون فيه بحد تعبيرها. كمان ردت على بعض الشائعات اللي خرجت على الفنان عبد الحليم حافظ ان هو بيقع في غرام بطلات افلامه، واكدت ان الكلام ده ملوش اساس من الصحه، وقالت ان الاخبار اللي انتشرت في فتره ما عن طلب الزواج من الشحروره صباح بعد ما تعاونوا في فيلم شارع الحب ما هي الا شائعات. ووضحت ان اغلب قصص الحب اللي تم الترويج ليها كانت علاقات سطحيه وعابره، وما فيش حد دخل قلبه غير ديدي الالفي اللي رفض اهلها جوازهم، والفنانه الراحله سعاد حسني البطله الوحيده اللي شاركت قدامه. وعن تفاصيل حياتها الشخصية اللي كانت أكثر إثارة من حياتها الفنية، اتجوزت من المخرج والسيناريست الراحل عز الدين ذو الفقار بعد انفصاله عن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة سنة 1954، ودي نفس السنة اللي ظهرت فيها فنيا. خلفت منه بنته التانية دينا. وفقا لرواية الكاتب محمود قاسم، كانت كوثر مخلصة جدا لزوجها وحبته بشدة، لكنها عانت كتير من عصبيته الزايدة بسبب مرضه، بجانب عشقه وبطلات أفلامه حتى انتهاء إعداد الفيلم للعرض، وده خلاها تعاني منه لغيرتها الشديدة عليه. وفي أكثر المواقف المنتشرة حول غيرتها على زوجها الراحل عز الدين ذو الفقار، المشاجرة اللي وقعت ما بينها وما بين الفنانة نجاة الصغيرة اللي كانت بتلعب دور إيمان في فيلم الشموع السوداء قدام صالح سليم، لأنه أحبها جدا، وده أمر لحظته بدورها كوثر وتسبب لها في كثير من المضايقات، خصوصا وإن نجاة كانت بتسكن في الطابق العلوي لبيتهم، وده دفعها للصعود ليها في مرة من المرات وكسرت لها فازة ثمينة كان يقدر وقتها تمن الفازة دي بأكتر من 1000 جنيه، وده كان رقم كبير، ونجاة قبلت التصرف ده بالبكاء الشديد. وصفها المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار
في مذكراته سنة 1963 وقال: أظن إنها الوحيدة اللي بإمكانها إن هي تتحملني، وأنا لا أتصور أن أكرهها ولا أستطيع أن أبتعد عنها باقي حياتي. انتهت رحلة الفنانة كوثر شفيق مع الفن بعد ما أعلنت اعتزالها نهائيا سنة 1979، وفضلت جنب جوزها الراحل عز الدين ذوالفقار حتى تركها ورحل عن عالمنا، وبعد كده تبعت حياتها في صمت بعيدا عن الأضواء. أتمنى أن أنتوا تقولوا لي في التعليقات أكثر الأدوار اللي أنتوا بتحبوها للفنانة كوثر شفيق، ولو مش حابين تكتبوا عن أكثر الأدوار اللي أنتوا بتحبوها أو مش واخدين بالكم من الدور اللي هي عملته وأنتوا حابينه، من فضلكم اكتبوا لي تعليق وهقرأ تعليقاتكم، هحط لكم قلب عليها. أنا بحب التعليقات جدا، فمن فضلكم ما تكسلوش وعلقوا. الفنانة كوثر شفيق لسه موجودة معانا، عمرها حوالي دلوقتي النهاردة 90 سنة أو أكتر. ربنا يديها الصحة ويخليها لمحبيها والأهلها في مصر والوطن العربي. برغم أدوارها البسيطة اللي كانت بتلعبها على الشاشة، ولكنها تركت بصمة، والأفلام بتاعتها لسه موجودة، وهتلاحظ قد إيه إن هي كانت بتلعب أدوارها ببساطة وبراعة، وكانت تقدر تنافس نجمات الزمن الجميل وتقدر إن هي تلعب بطولات، ولكن مش معروف هي ليه دايما انحصرت في الأدوار الثانوية أو الأدوار الصغيرة برغم موهبتها. يمكن يكون ما كانش فيه فرصة ليها إن هي تظهر وتظهر موهبتها بالشكل اللي هي تستحقه، وممكن يكون المخرجين والمنتجين حصروها في بعض الأدوار، ويمكن الوقت ده كان في عدد كبير من النجوم وقتها ما قدرتش ان هي تنافس لسبب او لآخر، هم كونوا النجومية بتاعتهم بدري، ما قدرتش ان هي وقتها تكون نجوميتها زي ما هم كونوا، طلعت على نجوم كبار وقتها سعاد حسني، فاتن حمامة، هند رستم، وعدد كبير من الفنانات التانيين، ولكن هي اثبتت في كل دور هي بتلعبه انها ممثلة موهوبة تقدر ان هي تظهر بالشكل المطلوب على الشاشة، وشها جميل الكاميرا تحبه، لكن سبحان الله لسبب او لآخر ما كانتش الفرصة دي موجودة، يمكن مركزة مع بيتها مع زوجها وخلت الفن على جنب، وده سبب من الاسباب اللي ما شهرهاش فنيا بالقدر اللي هي تستحقه. على العموم طالما هي موجودة ندعي لها بالصحة، وأتمنى أن أنتوا تكتبوا لي في التعليقات بعض الشخصيات اللي أنتوا ما لقيتوش ليها فيديوهات كتير على يوتيوب علشان أعملها بسرعة. شكرا لكم، أشوفكم على خير في حلقة جديدة، مع السلامة.